اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبِّت اللهم أقدامنا وانصُرنا ربنا على القوم الكافرين. أيها الإخوة الأكارم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يا إخواننا ركزوا في الكلمتين دول في المقدمة بس، يتلون كتابه، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة، السكينة يا إخواننا، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. اللهم لا تحرمنا ذلك يا رب. والله العظيم يكفينا في كل درس، يكفينا بل نخرج من الدنيا بهذا الحديث يا أحباب. طب وإذا ذكرك الملك ماذا تحتاج؟ جماعة مش غفير ولا أمير ولا وزير ولا كل من عليها فان، لكن الذي يذكرك الله. وأنا أقول بإذن الله طمعا في رحمة ربي أن من ذكره الله كيف يعذبه يوم القيامة؟ كيف يعذبه؟ هذا زعمي وهذا طمعي في رحمة ربي تبارك وتعالى، وأسأل الله أن يشملنا برحمته. أيها الإخوة الأكارم، تحت هذا العنوان نعيش آداب وسنن ومحذورات في يوم الجمعة. يوم الجمعة أحبابي إخواني في الله أشرف وأعلى وأنفس الأيام يوم الجمعة، حتى كانوا يقولون الجمعة أعظم الأيام، وسيدنا النبي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أخواني له حال مع رسول الله، بل له حال يا أخواننا في القرآن، بل أمر نادى الله به من فوق سبع سماوات يوم الجمعة صليتم على رسول الله، وحدد هذه الصلاة خاصة، وأغلب الناس في تغافل عنها أحباب إخواني. وإلا انظر إلى مساجد المسلمين يوم الجمعة، انظر إلى الساعة 11، طوف كده مرة وامشي في المساجد تجد أغلب المساجد إلا ما رحم ربي خاوية على عروشها، 5-6 قاعدين صف، ونسأل الله رب العالمين العفو والعافية. ثم إذا ما مرت الساعة الأولى أو أوشكت أو سمعوا إلى النداء الأول أو النداء الثاني عند من يؤذن يا أحبابي للجمعة أذانين، تجد بدأ الناس يتحركوا سبحان الله. ثم إذا ما الإمام على المنبر سبحان الله تجد المسجد قد امتلأ، ونسي هؤلاء أنهم قد فاتهم من الخير ما لا يعوض لا بمال ولا بولد. ما يفوتك يوم الجمعة من الخير والأجور والله لو أنفقت ما في الأرض جميعا لن تستطيع أن تحصل على ما فاتك. وسوف تسمع الآن من رسول الله، صلوا بنا على رسول الله. أولا أن الله أمرنا بالسعي إلى يوم في يوم الجمعة إلى الصلاة. ماذا قال ربنا؟ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قالوا ذكر الله هنا خطبة الجمعة، الخطبة بتاعت الجمعة التي يتهاون فيها كثير من الناس، يقول لك يا عمي الشيخ بيطول، يا عمي الشيخ بيقصر. سبحان الله رب العالمين، صليت أحج بالله عليك؟ إذا لم تصرف الطاقات وتهلك المفاصل والعظام وأنت صابر محتسب على طاعة الله متى تهلك؟ متى يا إخواننا؟ صليتم على سيدنا رسول الله؟ بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه. واحد يقول لك ده النبي محمد، ونحن أمرنا أن نقتدي برسول الله وعلى قدر استطاعتنا. قال النبي علانية، قال: ما أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. يا أخوانا يا أخي، بعد الصلاة على سيدنا رسول الله، هذا أمر من ربنا فاسعوا. الفاء هنا للفور والترتيب، يعني بسرعة، سمعت المنادي اجري. ولكن كانت هناك امرأة من العابدات مر عليها رجل من السلف الصالح فوجدها قد اكتملت في وضوءها، يعني توضت وقاعدة كده بتسبح وتهلل. قال لها: يا أمة الله، لما استعددت للوضوء وللصلاة؟ قالت: أنا أستعد له قبل أن ينادي علي. شغلي ده
قبل ما هو ينادي علي. وهذا هو البر يا أحبابنا أخواننا، صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد ولد دايما وأبدا مستعد لبر والديه، دايما هو جاي من الشغل ورايح من الشغل، والله والدي لفترة، على فكرة والدي بيحب الحاجة دي، يروح مشتريها بدون طلب، وشتان بين من يطلب منه وبين من يبذل بدون طلب. يا إخواننا صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. يبقى أحباب إخواني في الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. الله لا ينادي إلا لكل خير يا إخواننا، صليتم على رسول الله. إذا سمعت المنادي في أي آذان يا إخوانا، الدكتور حسام موافي حفظه الله، الدكتور الصالح ده نحسبه ولا نزكيه على الله، بيتكلم يا إخوانا عن النداء في الصلاة، يتكلم على أن الشرايين بمجرد أن تنام، السلام عليكم، بمجرد أن تنادي على الصلاة، صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا، بمجرد أن تدخل للنوم يقول لك سبحان ربي تبارك وتعالى، تلقائيا تبدأ الشرايين الجري الدم فيها يضيق 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 وانت نايم. هذا عمل الملك، هذا خلق الله، وانت نايم يا باشا ما فيش حاجة اشتغلت فيك، لا مسامير ولا تروس، إنما هذا ملك الملوك يأمر. إذا بالشرايين تبدأ تضيق تضيق تضيق، قال يا سبحان الله رب العالمين، تصل إلى الذروة، معنى كلام الدكتور يا أحباب إخواني في الله، تصل إلى الذروة، إلى أوشك الدم، إلى أن يتجلط في الساعة التي ينادي فيها الملك الصلاة خير من النوم. يلا قوم، ده مين بيقولك كده؟ الملك بيقولك قوم في اللحظة دي، فيقوله أكثر جلطات القلب وجلطات مش عارف إيه وإيه 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 تحدث في تلك الساعة التي ينادي فيها ربنا الصلاة خير من النوم. هنا ربنا يقول فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذروا المال، ذروا كل ما يشغلكم عن الله. ليه يا رب؟ ذلك خير من المال، ذلك خير من الدنيا، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. تعالى نصلي على رسول الله. أول هذه السنن من هدي رسول الله التجمل والتطيب ولبس أفضل الثياب. صليتم على رسول الله؟ أن تذهب وأنت جميل، رايح فين؟ معي لقاء. صليتم على رسول الله؟ شفت الأخ اللي هو عنده مقابلة في عمل جديد، بيروح شكله إيه؟ شكله زي؟ بيلبس إيه؟ الحتة الحلوة ولا الزفرة؟ مش عارف جيبهم فين الكلمة دي. المهم بيلبس الحتة الحلوة عشان حيقف قدام، خلي بالك أنت النهاردة حتقف قدام مدير القطاع، بالله عليك يا ربي سلم، ويبقى متوتر من الليل وفي الصباح، ادعي لي يما الله يرضى عنك، ادعي لي. أو واحد يكون مقدم في كلية، خلي بالك النهاردة امتحان الهيئة، شكلك، لونك، هندامك، وقفتك، عظمتك، شموخك، الشغل بيقولوا عليه ده صح عمي تامر؟ كده بيقولوا كده صح؟ صليتم على رسول الله يا اخوانا؟ طب عارف انت يوم الجمعة معك لقاء ووقفة مع ملك الملوك، اوعى وشك، ركز. فانت لابد ان تذهب وانت على سنجة عشرة كما يقول، مش عارف برضك سنجة دي ايه معناه، المهم يعني كل كلام حلو، على افضل ما يكون، رايح تقابل الملك. يا اخوانا في معاني لو وصلت الى قلبك والله هتحيي حاجات كتيره في جيبك، هتحيي حاجات كتيره جدا في قلبك. وانت رايح تصلي بالمعنى الصعيد الشحط محطوط، انت رايح تقف بين يدي الله، زي ما قلت لكم على المعنى ده ما فهمتوش غير وانا، مع ان انا اللي قلته على ما اعتقد. يعني كنا في العمره وواحد بيتصل عليه، السلام عليكم، مش انت فين؟ تقول وص استناني عندي باب كذا في مسجد سيدنا النبي، انا رايح اسلم على سيدنا النبي وارجع. حسيتش بطعمه، قلت يا نهار ابيض، مع اني قلت تلقائيا انا، بس ما حسيتش بيها غير وانا ماشي في الطريق. انا رايح اسلم على مين؟ رايح فين احبابنا؟ اسلم على سيدنا النبي فعلا،
حقف قدامه. وكذلك وانت رايح تصلي استشعر بأنك أنت معك لقاء مع الله، يبقى أنت عميل مميز، يبقى أنت مخلوق لك مكانة، أنه أعانك وجاء بك لتقف في الصفوف، في صفوف، في الصفوف التي اختارها الله. يا إخوانا مش ممكن معك واحد صاحبك قاعد برا مستنيك، طب إيه اللي جابك أنت وقعده هو برا؟ من؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب، يبقى أحبابي التجمل والتطيب والتنظر على أجمل ما يكون. لما؟ لأن معي لقاء مع ربي. من الذي أمر بذلك؟ الله. والله العظيم يا شيخ أقسم بالله أمرنا ربنا بالنظافة والتجمل. فين يا عم الشيخ؟ اجري وهات سورة الأعراف الربع الثاني. ماذا يقول الملك فيه؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل، يا بني آدم، ربنا بيقول كده، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني ايه عند كل مسجد؟ يعني عند كل صلاة تاخد أنظف وأجمل ما عندك، تهندم شعرك كده وتدي الحتة الجميلة بتاعتك دي، تتوكل على الله. يمكن تجيني بملابس النوم قصرت، تيجي باللي نمت بيه امبارح قصرت، جايين بأي حق، ما ينفعش. اعمل للموضوع ده كما كان لحبيبك ثوبان، كان له ثوبان للجمعة والأعياد صلى الله عليه وسلم، ولقاء الوفود كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما عنده، مع أن النبي محمد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوانا كل إنسان منا يلبس ليتجمل ويتحلى، تكوي القميص ويقلب القميص ومش عارف ايه، صليت على رسول ويفتح الزرار اللي فوق ويقفل الزرار اللي فوق ويلبس الساعه وهو كمان عليها الخاتم، شغل حلو صح. كل منا يلبس ليتجمل. اما يا اخوانا سيدنا النبي جميل بطبعه، جميل جميل يا جماعه، سأل الله ان يجمعنا به في الفردوس الاعلى. عبد الله بن عمر يقول كنت جالس بين يدي رسول الله وكانت الليله مقمره كامله، بدر كامل، البدر مكتمل مكتمل، شفت البدر في دمارة كده وهو انت في الصحراء كده في مرة، او طلعت على العمارة وشفت ما شاء الله، وطلعت من المعادن بتاع السيارات والدخان ومش عارف ايه، وخلوت بالقمر تجده جميل فعلا. يا اخوانا يا جماعة القمر جميل فعلا فعلا، صليتم على رسول الله. لكن ابن عمر يقول ونحن فنظرت الى القمر وهو في ليلة البدر، ثم عدت ببصري وكنت بين يدي رسول الله إلى وجه النبي محمد، فيقول والله لقد وجدت وجه النبي أشد ضياء ونورا من البدر في تمامه. يبقى سيدنا النبي يا جماعة مش معتاج، ولكنه من هديه أنه كان يتجمل في يوم الجمعة وفي الأعياد أنه يلبس أفضل ما عنده. صليتم على رسول الله. يا أحباب التجمل بالقرآن، يا أيها الذي يا بني آدم خذوا ها زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب الإيه؟ كل واشرب، كل واشرب، ولكن لا تسرف. المعدة امتلأت، تقول هم بقينا يا عم ده هم الأمتين، يا أخي امتلأت، يا أخي امتلأت خلاص. برضه حد يسيب الحتة دي يا عم الشيخ، يا الله كلها وخد بعديها حبية السكر مش مشكلة، مش عارف. ما تسأل واحد يقول له يا عم كفاية، يقول له اصلا كان لسه الحمد لله، ما تخافش علي، انت عندك السكر يا خال؟ ايوه عندي سكر، بس انا لسه واخد الحباية دلوقتي مش مشكلة. طب اديها يا خال مش مشكلة، حتة ضاني قدامه يا عم هتموت، يقول لك ما يا راجل نفس على الله، الاجال بيد الله. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا يا رب، وتوب علينا في الليلة دي يا رب. الشاهد اخواننا كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب، قل لزوجتك إن الله لا يحب المسرفين. يا حاج إحنا ثلاثة مع بعض، تروح تعمل لنا كيلو رز ناخده فيه 6 سنين عشان نخلصه؟ لكن الناس الصالحة، هاتلنا يا بنتي نص كوباية رز من جوا بنتي. صليتم على رسول الله. شتانا عن واحد لك يا راجل البركة، يا راجل بركة يا حاج؟ وبعدين ننظر إلى مخلفات المسلمين نجدها كلها مملوءة أحبابي، مملوءة بالرز والمكرونة والسمك والحاجات، أصلك الأولاد ما بيحبوش الطبيخ البايت،
طب ما كان احنا من الاول ما بيتناهوش. كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وبعدين يعاتب الملك، ربنا بيعاتب في الايه اللي جايه دي، قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده. مين اللي طلع لنا الزينه؟ هو. مين اللي حرمها؟ ده البس وكوي واعمل وهندم شعرك ويكون شعرك على شعر النبي محمد، اما ان تحلق مستويا او اما حبيب واخي في الله تتركه ماشي كل بهدي النبي، انما تضرب مقص فوق ومقص تحت وشويه فوق وشويه تحت، ما نعرفلكش شخصيه انت مين يا عم؟ انت راجل ولا ست ولا مراه ولا راجل ولا اجنبي ولا امريكا ولا اي حال، انت مين؟ ما نعرفكش. كن البس ما يستوي على دينك وعلى خلقك. صليتم على سيدنا رسول الله يا جماعه؟ طيب خلاص، قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي يا محمد، قل هي للذين امنوا. احنا خلقنا عشان نتزين، عشان نلبس افضل ما عندنا، عشان يا اخواننا في الله، مش عايز اقول الكلمه مع ان بيقولوها مش عارف ايه معناها، يعني يقول لك شفت الروشنه، يقول لك واحد روش، ايه الروشنه دي يا عم؟ مش عارف بس ايه روشنه دي. ايه روشنه اخويا ده؟ حلو خلاص، زي ما يقول الراجل حلو ده، الراجل ده ابتسامته حلو، صليتم على رسول الله. شفت؟ ايوه يا عم. لا انا عايزك تكون جميل، مش عارف روشنه صح ولا غلط، المهم تكون جميل. صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا اخواننا، قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا. في الحياه الدنيا، خلي بالك انا قال في الحياه الدنيا، بس في الاخره هقول بتاعتكم انتوا بس. ليه؟ لان في الدنيا شاركنا المسلم شاركنا عفوا استغفر الله، نحن مسلمون الحمد لله، يشاركنا غير المسلم الملحد الكافر، كل يتزين وبيلبس افضل منينا واحسن منينا. قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه، خالصه يوم القيامه. اجمل الناس انتم يا امه النبي يوم القيامه، هذا وعد من ربنا. كل من يدخل الجنة سوف يكون الله 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 الله. الجنة يا إخواننا، الجنة يا أحبابنا، على ما أعتقد ما فيهاش استحمام، على ما أعتقد. أيوة صح، لأن لا عرق فيها، ما فيهاش عرق، استغفر، ما فيهاش غبار يا راجل. وقول لزوجتك في البيت ما فيهاش مواعين، الجنة ما تخافيش، صليتم على رسول الله. أيوة ما فيش مواعين في الجنة والله، صليتم على سيدنا رسول الله. يعني ما فيش موعين تتغسل يعني عشان مراد تقول امتى نخلص من هالحكايه دي. صليتم على سيدنا رسول الله. الشاهد يا اخواننا بعد الصلاه على سيدنا رسول الله، اننا نكون الزينه خالصه لنا يوم القيامه، نشارك الناس فيها في الدنيا. يبقى واحد لبس افضل الثياب، اثنين التطيب، هتسمعوا من سيدنا النبي الان. صلي على رسول الله. قال رسول صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله قال صلي أوعى تسمع النبي وتسمع الجمعة بتاعت بكرة إن شاء الله، فضل الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، عن أبيه أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك ويمس من الطيب ما قدر له. ثلاث مسائل، إنك أنت بكرة تغتسل، والغسل قد اختلف فيه العلماء بين الوجوب وبين الاستحباب في حديث، والحديث الذي معنا الغسل يوم الجمعة، الحديث ده الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يعني محتلم يعني كل واحد بالغ واجب عليه يوم الجمعة يعمل إيه؟ كنت نظيف، كنت استحميت يوم الخميس، استحميت ليلة الخميس، ماليش دعوة، يوم الجمعة تعمل ايه؟ تغتسل. وهذا عند من قال واجب، ومنهم من قال انه مستحبا. صليتم على سيدنا الرسول، قال لك تغتسل. المسألة الثانية في هذا الحديث يا اخواننا السواك، تضرب واحد سواك وانت ماشي كده. صليتم على سيدنا الرسول. ثلاثة، ان تمس الطيب. واحنا قلنا دلوقتي ثلاث امور في واحد، الاغتسال والتجمل والتطيب. صلينا على رسول الله، تمس، يقول لك شوف النبي كمان يقول لك ايه، وان يمس ما قدر عليه من المسك. عندك اي نوع من انواع المسك؟ حطه كده باهتداء النبي محمد
والله عندنا في بيوتنا ولا نستخدمه، وإنا لله. ما أن أحبابي إخواني في الله، النبي قال حبب إلي من دنياكم ثلاثة، الطيب رقم واحد، والنساء يعني زوجاتي، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى أنت لما تتطيب ما تتطيبش عشان اللي يقولوا عليك حلو، أو عشان تلفت أنظار الناس، أو عشان لا بلاش من هذه، أو عشان أي حاجة حطها في دماغك أنت. صليتم على رسول الله، إنما أولا تطيب لأن النبي كان يتطيب، وانت كمان رايح الجمعة تتطيب. المؤمن دايما ريحته حلوة، النبي محمد دايما كده. صليتم على رسول الله، طيب صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يقول لك ايه، على ما قدر، على ما تيسر لك. لو في كل أول شهر تجيب لك إزازة كده بعشرة جنيه 15 جنيه، وتخليها من المسك اللي بيعملوا كده عشان ما تقولش تشك تشك ده بيخلص بسرعة، خليك في اللي هو بياخد سنتين وثلاثة ده، تروح عاملها عاملة كده وامشي بس. يبقى أنت عملت زي سيدنا النبي محمد، ابتسم لا تخف. ثلاثة، اسمع ماذا قال. وعن البراء يا أحباب إخواني في الله، لا خلينا ليه، الحديث كثيرة جدا يعني، فأنا لكن نختار من كل باب حديث. تعال شوف سيدنا عبد الله بن أبي قتادة بيقول حاجة غريبة جدا عشان تعرف فضل الاستحمام والاغتسال يوم الجمعة، اوعى تسيبه من بكر. سيدنا عبد الله بن أبي قتادة يقول دخل علي أبي اللي هو قتادة وأنا أغتسل، مش دخل علي يعني المكان اللي بغتسل فيه وشافني عريان، لا يعني دخل علي هو جاي من برا، فبيوتهم كانت صغيرة، فسمعني وأنا أغتسل فقال يا عبد الله، وعبد الله كان ده متجوز يا عم أسامة، فقال له النبي محمد يا، فقال له أبوه يا عبد الله أغسل جماعة، أغسل من جماع، أغسل من جنابة، أم غسل للجمعة؟ قال يا أبي لا، بل إنه غسل للجنابة، أنا رجل متزوج ونهاردة بغتسل عشان ليه؟ الجنابة. قال له أعد غسلا آخر، كمان عمل له غسل تاني. قال لما؟ قال غسلا للجمعة، لقد سمعت رسول الله، يا نهار أبيض دي عايزة صلاة، صاحب ضمير على سيدنا النبي، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. فأبو حاتم قال عارفين إيه معنى كلمة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى؟ أي كان في مغفرة لذنوبه إلى الجمعة الأخرى. أما سمعتم أن النبي في حديث يقول والجمعة إلى الجمعة كفارة إيه؟ لما بينهما. صل على سيدنا رسول الله. المسألة التي بعدها، يبقى طيب وتنظيف يا أحباب إخوانا في الله واغتسال، واغتسال. تعال نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. التبكير إلى المسجد، التبكير يا أخوانا، التبكير إلى إيه؟ إلى المساجد. يبقى أول حاجة يا أخوانا من الآداب والسنن الاغتسال والتطيب للرجال ولل، بس التطيب ليس للحريم، المرأة لا تتطيب فتخرج. اوعى يضحكوا على بناتكم يقول لك زي واحد دول طالع على التلفزيون يقول لك لا ابدا حطي برفان ولازم تكوني جميله ولازم كذا، سيبكم من الجماعه المتعقدين دول. لا، ده النبي قال ايما امراه خرجت وهي متعطره فمرت على قوم فكل عين راتها فهي زانيه. مش المراه زانيه، العين زانيه، والمراه ارتكبت يعني ارتكبت اسما عظيما لانها فتنت الناس. انما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان يخرجنا ايه؟ تفيلات. يعني تفيلات يعني لا ما فيش اي رائحه. المراه عندنا ملكه يا اخواننا، فعايزه ربنا يكون متوجه تمشي في امن وامان، واسال الله ان يستر اعراض المسلمين يا رب. الحاجه الثانيه التبكير الى الصلاه، والتبكير في الصلاه يا اخواننا فيه ما لا يعد من الاحاديث، نختار منها بعد الصلاه على سيدنا رسول الله. فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله أنه قال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة، اسمع الكلمتين الحلوين دول،
يوم الجمعة يا خال. إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الناس. الملائكة هتعمل إيه؟ هتستلم المساجد في يوم الجمعة من الفجر. الملائكة يقعدون على إيه؟ المساجد، على أبواب المساجد، فيكتبون الإيه؟ الناس. فإذا جاء الناس فرجل، أصناف الناس اللي جاية، فرجل قدم جزورا. الجزور اللي هو إيه؟ الجمل، أكرمكم الله، الله يفتح عليكم. فرجل قدم جزورا، ورجل قدم بقرة، ورجل قدم شاة، ورجل قدم، اسمع، عصفورا. سيدنا الإمام أحمد زود كلمة عصفور هنا، عصفورا، ورجل قدم دجاجة، ورجل قدم بيضة. البيض الكامل أيام دي بأربعين قرش، ده من سبعين سنة صليت، مش مشكلة، ارجع بسرعة. المهم قدم آخر واحد بيضة. المشكلة مش هنا، المشكلة مش في بتاع البيض، إنما قدم. المشكلة أن بعد ذلك فإذا أذن المؤذن، عمك زغلول يوم الجمعة، فإذا أذن المؤذن وصعد الإمام على المنبر، هذه العقوبة، طوت الملائكة الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر. الملائكة يقولوا احنا هستنوكم ولا ايه؟ احنا عايزين نسمع برضه. مهمة الملائكة تسجيل. يبقى أول عقوبة للمتأخر يحرم من كتابة اسمه في سجلات من نور بأيدي ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون. شفت الحسرة؟ شفت حسرة من يتأخر يا أحبابي إخواني في الله؟ تعالى نصلي على رسول الله. طيب، وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور جدا اللي احنا كل دي مرة نقوله، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ركز فيها بالله عليك، من اغتسل يوم الجمعة، هيجمع النبي عدة آداب في هذا الحديث، من اغتسل يوم الجمعة وغسل وابتكر وبكر ومشى ولم يركب وأصنط للإمام ولم يلغو ودنا من الإمام ولم يلغو كتب له بكل خطوة، خطوة على قدر، أكرمك الله، على قدر قدمك، على قدر الحذاء بتاعك، كتب له بكل خطوة عبادة سنة، أجر عبادة سنة. السنة دي إيه أخبارها؟ قام ليلها وصام نهارها. ده الخطوة الواحدة، خطوة واحدة. يعني لو جاي من آخر العشرين أو من آخر الأربعين عد كم خطوة بقى. بس اوعى تعمل تقول ايه الحمد لله عملنا لنا 100 خطوة يعني 100 سنة بطل يا ريس خلاص. اسأل الله العفو والعافية. صح؟ فمالك واحد بيجي من منطقة تانية، واحد حيمشي وراء رايح المشوار الفلاني، صليتم على رسول الله بكل خطوة، تذكر تلك الكلمة. تجد واحد يقول لك يا اخي انت ليه ما بتجيش تصلي معنا؟ تعال والله المشوار بعيد شوي. والله انت ساكن فين؟ لا والله ساكن في اخر شارع الاربعين، عايزين نجيبوا مواصلات. والله صليت مع رسول الله، الشاهد صلي بينا على رسول الله. من غسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغو، يعني يلغو يقعد ساكت. ايوه يقعد ساكت يا عم تاني، يقعد ساكت. صح؟ لو قعد ساكت خلاص، لأنه من لغى فلا جمعة له. تعال نصلي على سيدنا النبي. خد على اللي بعديها، لما ادخل المسجد من هدي النبي صليتم على رسول الله، يبقى احنا قلنا أول حاجة تطيب، لبس أفضل الثياب، صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين التبكير إلى المسجد، تروح بدري. أربع إخواننا، ثلاثة إخواننا، إذا دخلت المسجد ماذا تفعل؟ قم بصلاة ركعتين في أي وقت جيت فيه، صلي إيه؟ ركعتين. الحديث، فعن
عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله أن النبي محمد يقول: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام، يعني على المنبر، فليصلي ركعتين. صلينا على رسول الله؟ نعم. رقم أربعة: لما تدخل المسجد وعايز لقيت المسجد مليان، تعمل ايه؟ اولا لا تتخطى، اوعى تعمل ذنب في يوم الجمعة، في صلاة الجمعة، في مسجد الجمعة، لا حول ولا قوة الا بالله. انما اجلس حيث ينتهي بك الناس. تجد واحد يتخطى الرقاب، ويروح كده بابتسامة تتعبك نفسيا، لكن احسن ماشي ويفرق بين اثنين، صليتم على رسول الله، وبعدين يعمل كده: الله اكبر، يعني الله اكبر، ما خلاص مش عارف تكلمه تاني، تقعد انت لغايه ما تخلص، وانت جسمك بيتعصب، اوشك القولون ان يقول حسبنا الله، صح؟ فانت لا تكن مؤذي، لا تكن مؤذي اخي. يبقى تصلي ركعتين في اي مكان فيها، لكن لو وجدت فجوة، وجدت مكان، تحرك وقعد فيها إن شاء الله، ليس فيها أدنى حرج إن شاء الله. ما الأعمل إيه يا أخوانا؟ طب المسجد مليان جدا، ودخل واحد يبص شمال ويمين، اعمل كده، أنت أقرب واحد لي، تروح عمل له حركة كده بسيطة جدا كده، يعني إيه؟ اسحف له حتى ولو بقدر ما يكون. ربنا يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، ها؟ إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. ما تجد واحد عامل كده وفارد فارد رجليه كده واخده خمس ست أماك، صليتم على رسول الله؟ ده واحد تاني كمان ممكن حاطط حاجة جنبي يا عمي. يبقى ماذا نصنع؟ لا تفرق بين اثنين، ولكن انت انقذ الموقف واصنع بأمر رسول الله تفسح. فين الدليل؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، صلى الله عليه وسلم، عن جابر أن النبي محمد قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخلف إلى مقعده. يعني يعمل إيه؟ فلان حصل له أي عذر ودخل المسجد، واحد قال له ده دخل هناك، روح الله أكبر، روح قاعد مكانه، هذا منهي عنه، شغلي ده مش عارف، صليتم على رسول. المهم، ولكن يقول افسحوا له، نفسح له ويقعد مكان. أما نعملها أحباب خطيف طوائي اللي أمروا قاعد مكان الثاني، ما ينفعش. رقم اثنين، ثلاثة، أربعة، صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تحجش الحد، تحجز الوش، مخالف لهذه النبي إنك أنت تحجز الواحد، مش هو نايم وراح يجينا على الساعة 12 إلا ربع، وواحد قاعد تاني واقف بره عشان يقول عشان مكان فلان، صليتم على سيدنا رسول الله؟ هذا كذلك مخالف. تعال نصلي على سيدنا رسول الله. رقم خمسة، الإنصات للخطبة. للخطبة يا إخوانا، تجد بعض من الناس يا إخوانا وهو قاعد بقول لك إيه، بستنانا عشان احنا نمشي سارة حين مشوار، ويعمل كده عشان يشوفوش الرجل ده، عشان يشوفوش الإمام بيعمل إيه. ده ممكن واحد يكتب الثاني مسج او واتساب: السلام عليكم يا فلان، يخرب مطانك، ما قلت لك ما تبعديش دلوقتي، طب خلاص دول كلمني شكرا فقد لغى. يا جماعه ده سيدنا النبي يقول: من مس الحصى، الحصى كان مسجد النبي محمد بالحصى مفروش، يجي واحد يقعد ويروح يلعب في الحصى، يعمل كده، يعمل دايره، واحد معاه عصايه يعمل كده الخريطه الارضيه بتاعت الارض دي، نقول له شكرا صليتم على رسول الله، من مس الحصى فقد لغى. وواحد تاني يا خال كأنه الأول مرة يشوف السجاد، يعمل فيه خرايط كده ويعمل كده بإيده، مش عارف، الشيطان عايز يلهوك عما يقوله الإمام، عايز يطلعك عن دائرة، يا أحبابي إخواني في الله، عن دائرة الفضل والنعمة أنك تسمع عن الله وعن رسوله. الدليل يا عم الشيخ، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أحباب إخواني، بعد الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم لأخيه إيه؟ أنصت أو أسكت، لأنه من قال لأخيه أسكت أو أنصت فقد لغى. إنما أنا شايف واحد على الخطوة له،
هيضطر يقول لك يا عم عايز ايه يا عم ما تتعبناش، ما تردش برضك عليه، ما تردش برضك عليه، يغلس عليك ما تردش خلاص. رد في نفسك ولا ترد بصوت عالي ولا تجيبه. واصلا انت اذا دخلت المسجد والا تخيل قاعدين كل اللي يدخل السلام عليكم وعليكم والامام طبعا وعليكم السلام ابو فلان، ده ممكن نقول له يا عم انت كنت فين يا عم، وواحد تاني شويه دمه خفيف اه ما انت النهارده الجمعه فاهم يا اخويا تاني صليتم على رسول الله انه نسيتك مش عارف حمرا كحلة سودة، وندخل بقى وخلينا في فرح العمده وضاعت الايه. شفت يا اخويا الشيطان بيدخلها ازاي؟ هترد عليه السلام هقول لك اه من انت جيت امتى؟ اقول لك انا والله ما انا جيت طالع الساعه 11 والراجل ده شغال. تقول طب ليه ما رديتش عليه يا اخي؟ والله العظيم رحت والواد اقسم بالله انا قلت له فين ابوك يا؟ قال لي ابويا نزل من بدري. جبت الواد معاكم ودخلتوه في المشكله. تفضل يا دكتور ابراهيم. وصل الدكتور ابراهيم يا جماعه. ماشي السبح يا اخواني لا يجوز. ما تسبحش. توقف ولا التسبيح. يجد واحد تاني بيلف كده ما هو اتعود كده. على فكره في ناس بتلف السبح وما بتسبحش. يعمل كده. يا عم بتعمل ايه انت ما اعرفش. حلاوتها كلها دي في صلاه الجمعه. الشاهد حتى لو بتسبح ما تسبحش. من مس الحصى فقد لغى. لا في صلاة الجمعة بس. في صلاة الجمعة بس. صليتم على رسول الله في خطبة الجمعة خاصة. هذا المعدس. طيب. رقم 6 كثرة الدعاء يا اخواننا. والله العظيم كنز من كنوز الخير والطاعة يوم الجمعة يا اخوان. والله لا يعرف قدره إلا من وفقه الله. أخويا لو عندك مشاكل الجمعة بكرة. وحتبدأ الجمعة من الفجر خروج الشمس إلى أذان المغرب ده اسمه يوم الجمعة. اسمع ما تبطلش أدعية وكون يقين كده والله العظيم لا يقضي الله أمرك. سيدنا النبي يقول وفي يوم الجمعة ساعة لا يسأل فيها العبد ربه من خيري الدنيا والآخرة. يعني كل أمور الدنيا والآخرة كمان إلا وقد استجيب له. أي حاجة طبعا ما يجيش واحد يدعي على واحد يكون بالظلم. نعم يا سيدنا. الساعة اللي هي الساعة يا أحبابي أخفاها ربي أخفاها. هل هي أول ساعة تاني ساعة؟ منهم من اختلف ومنهم من قال أنها الساعة اللي هي الأخيرة من الوقت ومنهم من قال الساعة التي فيها الجمعة نفسها صلاة الجمعة ومنهم من قال بعد العصر. بس انا عايزك انت تكون كيس. ايه المعنى؟ خلي اليوم كله دعاء. ليه تخلي ساعه انت عندك مشكله؟ عندك مشكله كيف يكون حال؟ مش تعرف تنام. طب يلا بكره الحل. صليتم على رسول الله. يقول لك سيدنا النبي وعد من ربي ان اللي هيساله في يوم الجمعه في الساعه دي ولما اخفاها ربي ليرى ربي من هو المجتهد من الكاسه من الكسالى. يا اخواننا لما اخفى يوم ليله القدر كان كل بطل صلاة وجاء يوم 27 الله أكبر. صح والغلط. إنما اختبار اللي يرى ربي تبارك وتعالى الخبيث من الطيب والمجتهد من الكسلان والحريص عن المهمل. صليتم على رسول الله. نعم. يبقى كثرة الدعاء فين يا إخواننا؟ في قول مولانا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واعملوا إيه؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا اخواننا كثرة الذكر داخل المسجد ولا خارج المسجد في يوم الجمعة؟ خارج المسجد أكثر من داخل المسجد. تعال نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الذي بعده يا اخواني رقم 7 من السنن قراءة سورة الكهف. وكثير منا من يا احبابي اخواني في الله يغفل عنها. مش هتستغرق منك ثلث ساعة، مش هتاخد منك ثلث ساعة. صليتم على رسول الله. سورة الكهف ما أجرها؟ اسمع ما أجرها. عارفك دايما هتقول هتدون إيه لو أنا قرأتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين. أضاء له من النور ما بين الجمعتين.
الجمعتين دول أنت في نور إلى الجمعة الأخرى، صليتم على رسول الله، ده كله في إيه؟ بتلت ساعة بس. التي بعدها الثامنة من السنن، حبيبك اجعل له الحظ الأكبر والأوفر صلاة على رسول الله. يا الله يا الله يا إخوتي، كم نحن مقصرون في حق رسول الله، خاصة يوم الجمعة يا إخواننا. الصلاة على رسول الله مفتوحة، لكن في يوم الجمعة أكثر من الصلاة عليه. اسمع ماذا قال هو، وهذا طلب من رسول الله، أن نكثر من صلاة. نعم، وعلى المنبر لا، هذا توقف خلاص، ده الإنصات فقط، ليس هناك كلام. صليتم على رسول الله. ماذا قال النبي عن أوس بن أوس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصاعقة. صليتم على رسول الله. وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. ليه يا رسول الله؟ قال: فإن صلاتكم معروضة علي. الله 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 الله، صلاتك معروضة على النبي. شوف انت هتصلي كم مرة، شوف بقى صلاتك معروضة عليه. فالصحابة قالوا: يا رسول الله، الصحابة، كيف تعرض عليك الصلاة وقد أرمت؟ أرمت يعني بليت ومت خلاص. قالهم: لا، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسام الإيه؟ مش أنا بس، ده كل الأنبياء صلوات الله. في حديث آخر: كمن يخلع القلب يا أخواننا. يقول النبي محمد: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون السلام من أمتي. الملائكة دي بتعمل إيه؟ عليها بس كل من سلم على رسول الله بلغته: يا رسول الله، فلان يسلم عليك. وفي رواية: إلا ورد الله علي روحي فأرد عليه السلام. اللي بعديها قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى، صليت على رسول الله يوما من الأيام، من حديث عبد الله بن أبي طلحة، يقول: جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأينا البشر على وجهه، البشر بالسعادة، فقلنا: يا رسول الله، إنا لنرى في وجهك البشر. قال: نعم، لقد آتاني من ربي، أي جبريل. فقال لي، اسمع بقى، فقال لي: يا محمد، أما يرضيك أن من صلى عليك عشرا صليت عليه عشرا، وأن من سلم عليك عشرا سلمت عليه عشرا؟ الله أكبر، اللهم لا تحرمنا يا رب. من صلى علي صلاة واحدة كتب له الله عز وجل عشر حسنات، ومحيت عنه عشر سيئات، اسمع، ورفعت له عشر درجات. يكفينا كلمة واحدة بس، لو عرفت يا أخويا وصلها لك يبقى خلصت. عارف إيه؟ اللي حيصلي على سيدنا النبي الله يصلي عليه. يا الله الله، الصلاة من الله على النبي ثناء وتعظيم لرسول الله، والصلاة من الملائكة يا إخواني بعد الصلاة على رسول الله استغفار، وصلاتنا على رسول الله دعاء. صليت على رسول الله، أقسم بالله كل المشاكل والكروبات تحل بكثرة الصلاة على سيدنا رسول الله. نفسك في أي حاجة، أقعد وأكثر من الصلاة واطلب اطلب. أيوة، سيدنا عمر يقول يا إخواننا أن الدعاء موقوف بين السماء حتى يصلى على رسول الله. اصحى يلا، ممكن تحلها الليلة دي. ولما لم يصلى عليه وهو الشفيع لنا؟ ولما لم نكثر من الصلاة عليه وبفضله هدانا الله؟ لما لم نكثر من الصلاة عليه وبه فضلنا الله؟ نعم يا أحباب إخواني في الله، صليتم على رسول الله. طيب، المحظورات على عجلة إن شاء الله. رقم واحد: ترك بعد الجمعة يا إخواننا،
أن تترك الجمعة. في ناس يتسهلون في الجمعة. ركبت مرة مع صاحب تاكسي قال لي بص يا شيخ أنا في حياتي ما صليت الجمعة بس بصلي. أنا بصلي بس بصلي في البيت وما أذكرش مرة صليت الجمعة. والراجل تجاوز يمكن داخل على 45-50 ولا أبدا. موضوع خطير يا أخواننا. من ترك الجمعة بغير عذر أو ثلاث جمع فقد برئت منه ذمة الله. اللي هيتركها بدون عذر. اسمع ماذا قال النبي في من يتهاون في الجمعة. ركز النهاردة مع ابنك واستحمله. الواد نايم مش قادر يقوم مش عايز يروح. استحمله معلش وخذ بيده. أعن ولدك على برك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة على سيدنا رسول الله لينتهين أقواما عن ودعهم تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم فيكونوا من الغافلين. اللي مش هينتهي على ترك الجمعة كيف حاله سوف يختم على قلبه إن لم يترك ويكون من الغافلين. يعني من الغافلين تفهمها مع قول مولانا تبارك وتعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا صليتم على الرسول. اسمع ربنا بيتكلم عن صليتم على الرسول عن الذي يغفل. احباب اخوانا في الله عفوا الايه القرانيه رب يقول ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام ها بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقد حذرنا ربنا من الغفلة فقال على لسان رسولنا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وكان أمره الغافل دايما مشتت لا يستقر على حال. نسأل الله العفو والعافية. يا أحباب إخواني في الله أول محذور ترك الجمعة. اثنين السهر إلى الفجر في يوم الجمعة. ما إجازة بكرة بس فيه في صلاة بكرة. يقعد يسهر ويسهر 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 إلى ماذا؟ الفجر بأذن الساعة كام؟ سبعة كام؟ سبعة؟ أربعة ونص. أربعة ونص تقريبا. أنا تحب الناس الحاسبة. ماشي. المهم أربعة ونص. يفضل يسهر إلى الساعة الرابعة والثلث ممكن ينام لغاية مش الثلث لغاية 25. أول ما يخش على الفترة دي روح عامل الحركة دي. أدام عامل الحركة دي كلمني شكرا. أدام عامل بس العمل الحركة دي. طب أقول لك يا أبو فلان حريح بس تريح بس ريح أخوي رياح. ضاع الفجر. وأكبر فجر يضيع من المسلمين فجر يوم الجمعة. طب والله العظيم يا أخوانا سمعت هذا الحديث يا أحبابي أخواني في الله حسيت بي يعني عايز أقول لك بيه بحاجة فعلا يعني فزعت قلبي. الحديث اللي هتسمعه دلوقتي أفضل جماعة عرفت. ركز أخا أفضل صلاة جماعة على الإطلاق مش هتخيلها. اسمعها من النبي قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. أفضل صلاة جماعة أفضل صلاة تصلى صلاة الفجر في يوم الجمعة جماعة. محظور السهر إلى آخره. المحظور الثالث ترك الاغتسال والتطيب. يجي الواحد كده بريحة النوم وبريحة كذا وإحنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأننا نتطيب. المحظور الذي بعده التأخير في الحضور إلى الصلاة بأي حجة. والله بحجة ان الشيخ ده بيطول بحجة معرفش كنت بفطر
كنت بجيب الطعمية، وانت عارفين الطعمية جميلة جدا في يوم الجمعة، عارفش موجودة قدامنا 24 ساعة، احنا بنحلم طعمية حبكت في يوم الجمعة وفي ساعة الجمعة. يا اخوانا والله العظيم الموضوع ده مشاهد في كل اسبوع، واحنا جايين شايفين ان خلاص انا باجي متاخر، وتاخير الامام عشان ما تحسش بمضاضه بينك وبين الامام تسال، اقول لا يا اخو انت جينا دلوقتي يا اخوي. ما في ناس بتزعل كده، اقول لك اشمعنى الامام صح يا خال؟ يا جماعه من هدي النبي ان يتاخر الامام وان يبكر الماموم. مستحيل ان ياتي المحاضر قبل المحاضرين، صح ولا غلط؟ في اي حاجه، في اي اجتماع، عمرك شفت الدكتور يدخل قبل الطلبة؟ لا، ممكن دي هي أمر كان عادي، كان هو الأصل إيه؟ الأصل إن من الذي يأتي أولا؟ الطالب. صليتم على رسول الله. رقم اثنين، عمرك شفت أي خطاب لأي إنسان أنه يذهب قبل المحاضرين لما يكون كمان ذو مكانة؟ يخطب بعد مكرر يعني؟ لأجلك وما بالك أن الإمام ما هو إلا نائب عن رسول الله. يحترم الإمام لاحترامنا لرسول الله. المهم التأخير، قلنا أن التأخير يكفي المتأخر أنه لم يسجل اسمه في دوانين الإيه؟ في دواوين الملائكة، في دواوين الكتب. جميل يا أخواننا في الله. طيب، البيع والشراء محرم في ساعة الأذان، معاك الساعة 7، الساعة 8، الساعة 9، الساعة 10، الساعة 11، دخلنا على الساعة 12 إلا تلت، ولا 37 ولا 38 إلا الظهر، وقف ما تشتريش. محقت البركة ووقع الإثم لمن يشتري، إلا من سقط عنه الجمعة كامرأة تشتري من امرأة وكطفل يشتري من امرأة. صليتم على رسول الله، هذا مسموح له. طيب، البعده يا أحبابي الجلوس، في جلوس بعض الناس في آخر المسجد، المسجد مليان فاضي الحمد لله، ورحت بدري بتروح جايب عند الأكرمك الله عند التكييف الأخير ده وتروح قاعد تحته ليه يا عم؟ ما عرفش، المهم خليك قاعد. سيدنا النبي ماذا قال عن الذي يتأخر في تأخر الصفوف الأولى؟ قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير التبكير يعني لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. صليتم على رسول الله. المحظور الذي بعده تخطي الرقاب، اوعى تتخطى رقاب أحد ولو جاي متأخر. سيدنا النبي وهو على المنبر رأى رجلا تخطى الرقاب، قال له النبي محمد اجلس، لقد آنيت يعني تأخرت وآزيت. يا أخي أنت جاي متأخر وأزيت الناس، فهذا محظور. المحظور الذي بعده الانشغال عن الخطبة وعدم الإنصات إلى مين؟ إلى الإمام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أحبابي إخواني في الله، من قال لأخيه إيه؟ أنصت فقد لغى، ومن لغى لا جمعة له. من خصائص يوم الجمعة لا يجوز إفراد يوم الجمعة بإيه؟ بالصيام، إلا يوما قبل ويوما بعد. ما ينفعش تختار يوم الجمعة يوم الإجازة بتاعتك وتقول أنا حصوم، ما ينفعش، لازم يا إما تصوم يوم قبل ويوم إيه؟ بعده. المحظور الأخير يا أحباب إخواني في الله، لا إحنا كده تمام إن شاء الله رب العالمين، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا القبول. أيها الإخوة، يوم الجمعة لا يقدره إلا من وفقه الله، ولا يفوز به من فضل إلا من أعانه الله. فاستبق بكرة واستعد وتذكر الحديث ده، بس مع أنه قلته أنا بس هكرره مرة تانية. قال رسول الله من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو كتب له بكل خطوة أجر سنة قامها قام ليلة وصام نهارها. الخطوة يا إخواني، اجعل الجمعة التي هي القادمة جمعة مميزة كأنها لأول مرة في حياتك، وتحصل على الفضل الذي تكلم عنه النبي. أسأل الله أن يغفر لنا الفضل. نعم، متى النوم؟
الله يفتح عليك. ما هو ده جاي نايم لين في المسجد؟ إما لعلة وإما لعلة. اللي حينامه الإمام مخاطب إيه؟ حاجة من اثنين، يا إما بسبب يكون عنده سكر، عنده ضغط، عنده تعب، عنده كذا، ونسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، أو واحد جاء من السرير على المسجد وكان قد سهر الليل كله. طيب حكم من نام من أول الخطبة إلى آخره حضر بفضل الله وأخذ إن شاء الله الأجر أحباب الأخوة، يعني أسقط الفريضة، لكن ماذا حصل؟ فاته الكثير يا إخواننا. يا إخواننا الجمعة مش عقاب، الجمعة رحمة من عند الله. الجمعة يا إخواننا في الله مش تضيع للوقت بل تحصيل للأجر. الجمعة يا إخواننا في الله لا يعرف قدرها إلا من تزوق حلاوة الجمعة، أنك في كل جمعة تجدد الإيمان في قلبك، كلمة من الإمام تسمعها فتغير أمور كثيرة في ذهنك، تغير حياتك، كلمة واحدة ربما تسمعها يكون فيها الحل يا إخواننا لأمر معطل عندك أو مشغول به من سنين ربما تسمعه. طب دخل نايم، صليتم على رسول وطلع نايم، يبقى الحمد لله أرضك أنه طلع نايم. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في الليل، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى، اللهم صل عليه صلاة ترضى بها عنا، اللهم صل عليه صلاة تبرج بها كربنا وكرب المكروبين. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأصحاب الحقوق علينا، وصلوات الله وتسليمات على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.